شرفني النهارده في الاستوديو سيادة اللواء بحري عمر عز الدين، سيادة اللواء بحري نبيل عبد الوهاب، وأيضا من فريق عمل فيلم الطريق إلى إيلات مشرفانا المخرجة العظيمة الكبيرة إنعام محمد علي، ومن أبطال الفيلم الفنان القدير محمد عبد الجواد والفنان القدير الدكتور هاني كمال. أهلا وسهلا بحضراتكم. قد يكون اللقاء في ظروف صعبة بتمر بها المنطقة وتحديدا فلسطين، لكن الحقيقة بشعر ان احنا واحنا قاعدين مع بعض ومعانا الابطال الحقيقيين لهذه العملية المهمة نشعر ان احنا واقفين على ارض صلبة، عندنا موقف. مبدئيا قبل ما اخش في الموضوعات عايز اسمع من حضراتكم بمنتهى الاريحية، كل واحد عاوز يقول ايه لما يحدث الان في غزة. سيادة اللواء نبيل عبد الوهاب، اتفضل يا فندم. اولا برحب بك. انا سعيد بتواجدي معكم في الحلقه الجميله دي. ما يحدث في غزه هو نتاج طبيعي لتصرفات اسرائيل المتكرره دائما منذ قيامها سنه 48، اللي عملته في سنه 48 لما اغتصبت اول جزء من فلسطين هي بتعمله النهارده، بتكرره عشان تاخد ما تبقى من فلسطين، فما هوش حاجه جديده عليهم يعني. سيد العمر، والله انا شايف ان هم كانوا طبعا عملوا مشروع الشرق الاوسط الجديد، وده بقاله اكتر من 10 سنين، وكانوا يعني موضوع تبادل الاراضي وانهم ياخدوا امتداد لقطاع غزه من ارضنا بطول 40 كيلو على الساحل وعمق حوالي 80 كيلو، واحنا طبعا ما وافقناش على هذا الاقتراح، فزي هم عاوزين يعملوه بالعافيه انهم طبعا هيخشوا يدمروا غزه ويبقاش في ملجا لل 2 مليون فلسطيني ده غير الحدود المصريه. طبعا احنا يعني الحقيقه عملنا حرب وراح مننا 100,000 شهيد عشان فلسطين، وفي الاخر حررنا ارضنا بالكامل وعملنا معاهد السلام وقلنا اخر الحروب مع اسرائيل. احنا عاوزين نحترم هذه الاتفاقية، وعاوزين الطرف الاخر كمان عاوزينه يحترم هذه الاتفاقية وما يدخلش مصر في المشكلة دي وما يدخلش الانسانية في الجرائم اللي بيرتكبها طبعا يوميا. انما موقف القيادة المصرية وموقف الشعب طبعا، الشارع المصري اللي خرج كله عن بكرة ابيه، احنا وتظاهرات في كل مكان بترفض اللي بيحصل في فلسطين، بيأكد معدن اصيل الشعب المصري، وبنأيد الرئيس بتاعنا وبنأيد الموقف المصري، وهنقف موقف صلب اللي يعني انقاذ ما يمكن انقاذه. بالظبط كده استاذ محمد. لا ان شاء الله ان شاء الله مش هيقدر نقابة الممثلين والفنانين. انا هقول لك اولا الموضوع ده في شقين، شق محزن جدا وهو ما نراه على الشاشات الايام دي، حجم القتل وحجم الذبح وحجم الانفجارات وحجم التشريد وحجم شكل من اشكال الاباده. الشق الثاني انا هقول لك انه شق مفرح، لانه صدق الله وصدق رسول الله، لأن كل دي بوادر حاجة اسمها الزوال، وده مذكور في القرآن في سورة الإسراء، دي كلها مشاهد الزوال. أتمنى من الله أنه يتم الزوال. دكتور هاني، الحقيقة أنا هقول كل اللي بيقوله جموع المواطنين العرب وبالأخص مصر. مصر محدش يزايد عليها، مصر يعني على مدار التاريخ موقفها ثابت وواضح، ودائما وابدا مصر هي اللي بتدفع الثمن. كل اللي اقدر اقوله في الوقت المعقد ده، احنا امام طرف اخر لا يحترم معاهدات ولا عهد له ولا دين له ولا انسانيه له، وزي ما بيقولوا كده يعني طفح الكيل. فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحلى بالصبر لأقصى درجة احتراما من الدولة المصرية التي تحترم المعاهدات وتدعم السلام وتدفعه للأمام.
لكن الطرف الآخر دايما بيستفزك. ملخص الكلام ده يا دكتور انه انا كفنان وكمواطن مصري ادعم القيادة السياسية في ان تتخذ ما تراه مناسبا حيال ما يحدث، وادعم القضية الفلسطينية تماما، وفي النهاية مصر دولة قوية، وآن الأوان إنه رئيسنا بشعبه يعبر عن غضبه وعن تحذيراته، وإحنا موجودين يعني وإن عدتم عدنا. مدام إنعام، الحقيقة يعني على قد الأيام الحالكة اللي إحنا عشناها، وعلى قد إن إحنا كنا اتسمرنا قدام التلفزيونات وما تصورناش يعني هذا الـ يعني هذه القسوة وهذه الوحشية وهذه اللا إنسانية، مش بتاعة إسرائيل بس، ده إسرائيل ووراها الغرب ووراها أمريكا. لكن في المؤتمر الصحفي بين الرئيس السيسي وبين المستشار الألماني، كان الرئيس السيسي قالها صراحة، حتى النهاردة الجرايد طلعت لا تهجير. حسيت قد إيه إننا ورانا الزعيم لا يخشى في الحق لو متلائم حقيقي يعني. وفي نفس الوقت شعب، يعني هو مجرد الكلمة اللي قالها هيطلع الشعب، الشوارع اتملت كلها. ده بيخلينا نستلهم بقى الروح اللي احنا كنا بدأناها في البداية لما عملنا هذا العمل الفدائي الوطني الكبير اللي تمخض عنه فيلم الطريق إلى إيلات. هذه الروح اللي كانت موجودة أظن والأبطال بيعملوا هذه العملية، وأظنها كانت موجودة عند حضرتك وفريق عمل الفيلم لما قدمتم هذا العمل، هي الروح السائدة الآن حاليا أظن في تقديري، سواء على مستوى الفن، على مستوى الثقافة، على مستوى الساسة، على مستوى جموع الشعب المصري اللي تفضلتي وقلت ان هم خرجوا جميعا ينددوا بالمجازر الإسرائيلية اللي بترتكبها والجرائم النكراء اللي بتقوم بها إسرائيل يوميا.